العادي لما بيبقى في فرصه عمل بتبقى لمهندس الميكانيكا للبلامنج والفاير او للاتش فاك او للبلامنج والفاير والميديكال جازس لو حد مميز جدا في قسم الميكانيكا. طب لو انا بديك فرصه ان انت يبقى عندك فرصه عمل لبلامنج وفاير واتش فاك وميديكال جازس وشوب دروينج وسويمنج بول، اعتقد ساعتها تبقى مهندس ميكانيكا مميز جدا، اعتقد تبقى كومبيتيتيف جدا في سوق العمل، ويقدر الراجل اللي بيبحث عن واحد هيشتغل له في قسم واحد او في حاجه واحده او عنده خبره في جزئيه الفاير فايتنج او في البلامنج او في الاتش فاك، بقى عنده مهندس متكامل بيتكلم عن فاير فايتنج وبلامنج واتش فاك وسويمنج بول وميديكال جازس، مش بس كديزاين بس كمان عنده خبره كبيره مش قليله من محاضرين مميزين جدا ان هو يخش مجال الموقع. فبقى عنده مهندس بيعرف يشتغل ديزاين كويس، يقدر يشتغل في الموقع كويس، يقدر يشتغل له كل الاقسام بصوره مميزه جدا وبحرفيه شديده اكتسبها من محاضر عنده خبره كبيره جدا في المجال اداها له بمنتهى الصدق والحرفيه علشان يروح يشتغل بيها باحتراف. وده طبعا بينعكس على الانترفيور ان هو يقدر يديله فلوس اكتر ومرتب اكبر في الشغلانه اللي هو داخلها، وكمان هيبقى هو اول واحد مصنف انه ياخد الشغل في المكان ده. فلو انتوا مثلا 100 واحد انت هتكون اكتر واحد مؤهل عشان تاخد الوظيفه دي لمجرد ان انت خدت كورس بيت المهندسين.